نتحول إلى أسواق المال الخليجية، حيث هبط مؤشر سوق دبي المالي في نهاية تعاملات اليوم حوالي 5.84% مع تراجع سعر سهم إعمار القيادي بالحدود القصوى للانخفاض وهي 10%. أما مؤشر أبو ظبي فتراجع بنسبة 1.73%. يأتي هذا الانخفاض بعد المكاسب التي حققتها السوقان أمس للمرة الأولى منذ أسبوعين، حيث أقفل مؤشر سوق دبي على ارتفاع، بينما حققت بورصة أبو ظبي أعلى مكاسب لها منذ شهر مارس الماضي.